السلام عليكم. هنتكلم النهارده عن القلق النفسي. القلق النفسي عشان نتكلم عنه اللي هو طبعا من اكثر الامراض النفسيه شيوعا، في طبعا القلق الطبيعي اللي هو بيبقى نتيجه سبب حقيقي ويستدعي القلق. القلق النفسي طبعا هو بدون سبب حقيقي او مقنع، وبيعيق طبعا مجرى حياه الانسان الطبيعيه، وبيبقى بشكل مستمر او متكرر، وكمان طبعا ممكن ياثر على الانسان، يسبب له ضيق شديد ومعاناه. من أسباب طبعاً القلق النفسي ممكن تكون أسباب وراثية، أسباب في اضطراب في كيمياء المخ وخلافه. طبعاً من أعراض القلق النفسي هي ممكن يبقى فيه مخاوف زيادة عن اللزوم بشأن المستقبل، يبقى فيه توتر دائم، عصبية، أعراض جسمانية زي الخفقان والتعرق وتوتر في العضلات والأرق في النوم. طبعاً في أنواع كثيرة من القلق النفسي زي اضطراب الهلع، ممكن في عندنا برضو الرهاب الاجتماعي، الرهاب القلق النفسي المعمم، عندنا اللي بنسميه الرهاب المحدد، الاجورافوبيا، اضطراب ما بعد الصدمة. طبعا لو لقيت نفسك عندك اي حاجة من الاعراض ديت ومسببة لك معاناة شديدة وعاملة لك اعاقة في حياتك وانشطتك الحياتية المختلفة، ارجو انك انت تلجأ لمساعدة متخصص عشان نحدد مع بعض خطة العلاج، سواء كانت بالعلاج الدوائي العقاقير المختلفة زي مضادات الاكتئاب، أو العلاج النفسي السلوكي زي العلاج المعرفي. ونتمنى لكم إن شاء الله دوام الصحة والعافية.